مرحبا يا أبطال، كيف حالكم؟ أنتم اليوم بحاجة إلى كتاب لغتي فرحي رقم 5. رقم 10، صفحة 17. أعد وأكتب العدد المناسب. انظروا، يوجد ورود. عند كتابة الأعداد يمكنكم الاستعانة بهذه الصورة. هذا رقم 1، هذا رقم 2، هذا رقم 3. انظروا إلى هذا المستطيل، كم وردة يوجد هنا؟ 1 2 3. إذن يوجد 3 ورود. أكتب رقم 3 في أسفل الصورة. انظروا إلى هذا المستطيل، كم وردة يوجد هنا؟ 1 2. يوجد وردتين، إذن أكتب رقم 2 في أسفل الصورة. والآن كم وردة يوجد هنا؟ 1. أحسنتم، إذن أكتب رقم 1 في أسفل الصورة، يوجد وردة واحدة. حان دوركم الآن.